يا هلا ومرحبا، هلا بالحلوين، كيفكم؟ كيف أموركم؟ إن شاء الله يا رب يا رب أموركم كلها تمام. طبعا اليوم سيكون الفيديو بعنوان طاقتك الفترة الجاية والأشياء اللي راح تحصل معاك شهر 8. راح تكون طاقة مفتوحة على جميع الأصعدة، على الصعيد العملي، المادي، العاطفي، الصحي، كل ما يخص حياتك بصفة عامة. سيكون هناك اختيارين، إما تختار بحسب يعني طاقة الألوان أو الاختيارات، أو بحسب طاقة يعني الحروف، حسب الحرف الأول من اسم من اسمك. طبعا لن نبخل عليكم بنصائح التارو، تاروت مارسيليا والتاروت اليوناني، سنكشف جميع الأمور إن شاء الله. اللي أول مرة يشاهد هذا الفيديو، طبعا لا تنسى أنك تنضم معنا في القناة وتشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان بإذن الله يصلك كل جديد. طيب هناك اختيارين، توقيتات القراءة موجودة في صندوق الوصف، اشترك في الانستغرام وسوي فولو وستحظى بقراءة مجانية بحول الله على اليوتيوب. طبعا سنبدأ بالقراءة نمبر 1، هي قراءة شو اسمها هذه الشمعة البينك. اوكي، يا هلا ومسهلا بكل من اختار الشمعة الوردية. خلينا نعرف طاقتك الفترة الجاية وايش هي الاشياء اللي ممكن تحصل معاك. خلينا نشوف. اوكي، هنا الصعيد العملي، هنا الصعيد المالي، بالأخص الصعيد المالي. لكل من اختار هذه القراءة، شايفة انك انت متضايق، يعني في عندك ضيقة مالية وان شاء الله راح تفرج. عندك 6 اوقات وانت على هذه الحالة، اما 6 شهور او 12 شهر، يعني تقريبا سنة وانت على هذا الحال. اما 6 اوقات يعني لك 6 شهور او سنة وانت تعاني على صعيدك المالي من ضائقات مالية وديون، فشايفة انه عندك الفرج باذن الله، في احد رح يساعدك. في عندك ورقة قاعد تستناها، في عندك ورقة سفر او ورقة مساعدة او ورقة قرض او دين، هناك شيء مرة مرة حلو. يعني في احد راح يساعدك ويوقف طريقك وراح يمد لك يد العون ان شاء الله بدون ولا مقابل، وستفرج عندك يعني على صعيدك المالي. اذا انت قاعد تفكر ايش بتسوي الفتره الجايه وكيف راح تنحل امورك الماليه، اقول لك باذن الله السميع العليم هناك حلول وهناك انفراجات على صعيدك العملي بالاخص. والورقه اللي انت منتظرها لك 6 شهور ولا 12 شهر ان شاء الله راح توصلك. اوكي، خليني اشوف. اوكي، طيب هنا كأنه طلع معايا على صعيدك العاطفي. الشكل اللي اختار هذه القراءة، اظن انك انت يعني دخلت في علاقة ثلاثية، او انه هذا الشخص كذب عليك وانتم حاليا منفصلين، لانه في عندك انفصالات. في عندك، ايوة نعم، هنا انفصال، يعني في قطيعة ما بينك وما بين هذا الشخص، ما عم تكلموا بعض. في عندكم بلوك، يعني نسبة كبيرة من اللي اختار هذه القراءة قاعدة تفكرين يعني هل هذا الشخص راح يردك الاعتبار ويرجع ويكلمك ولا لا. راح يتصل فيكي بعد وقتين ان شاء الله، هو بيحبك ولكن اخطأ في حقك، يعني ربما في طرف ثالث انت كشفت كذبه، كشفت كذب الحبيب انه هو قاعد يخونك مع طرف ثالث، او انه خيب ظنك، يعني كنت تفكرين انه انسان مرة وفي ولكن خيب ظنك. في عندكم رجعة باذن الله بعد وقتين، يعني بعد يومين او اسبوعين او 20 يوم رح يتصل فيك، وفي اعتذار بعد هناك، يعني اعتذار، تقديم اعتذار وتنازلات، وشايفة انك انت مش رح ترجعي له بالسهولة اللي هو قاعد يتخيلها. لا، هو يدري انه قلبك طيب، بس هالمرة لا، مش راح ترجعي له بكل سهولة. شايفة انه عندك يعني شروط قبل الرجعة. اوكي، في هنا الطرف الثالث قاعد مسيطر حبيبتي، اما مسيطر بطاقة سحر ولا بشيء مسويت له، يعني الشخص هذا الصراحة انا شايفته مأثر عليه الطرف الثالث، ما ادري ايش علاقتها فيه بالضبط ولا ايش علاقته فيها، لكن انا شايفتها انه مأثر عليه بطريقة مخلية هذا الرجل مربوط لها، يعني موجود عندها مبتعد عنك. اوكي، هذه والله بومة، يعني قاعدة تحاول انه تتخرب علاقتك في هذا الشخص. فانت تقريبا
كأنك ساهمتي في نجاح غايتها، يعني انه انتم تنفصلون. فأنا من رأيي أنه حاولي أنك تحلين المسألة بالنقاش مع شريكك، سيكون هناك رجوع، سيكون هناك إيضاح للأمور إذا في شيء غير واضح. شوفي شباب بيطلع معانا في الكروت. طيب هنا عندك اتصال، عندك اتصال من شخص راح يقدم لك الاعتذار، الاعتذار ظهر أنه هذا هو الحبيب. في عندك نقلة نوعية، يعني إذا أنت علاقتك فيها ركود مع هذا الشخص أشوف أنه راح تحصل تطورات. الظاهر أنه اللي دخل لهذه القراءة ويبغى يعرف يعني إيش مخبي في هذا المجموعة، هذه المجموعة وهذه الشمعة البينك، أتوقع أنكم أغلبكم منفصلين يعني. واللي ما طبقت مع هذه القراءة فيك أنك تختاري قراءة ثانية، يعني اللي هي القراءة الموالية، لأنه في اختيارين فقط يعني، ما هم ثلاثة ولا أربعة. شايفة أنك أنت أمانة يعني هالفترة متضايقة، هالفترة عندك ضيقة يعني بعد حتى نفسية، ما هو بالضرورة ضائقة مالية، عندك ضائقة نفسية، قاعدة تعاني من الوحدة، قاعدة أمورك ما عم تمشي، في عندك يعني حسد، وفي ناس قاعدة مركزة معاكي. أوكي خلينا نشوف إيش نصائح التارو، خلينا نشوف الكروت اللي نزلت ما شاء الله. خلينا نشوف هنا، ايوه هنا كارت العكوسات، يعني كأنه امورك ما هي قاعدة تمشي. في ناس هنا قاعدة تراقبك، في ناس قاعدة تعرف انت يعني ايش سويتي، ما هي خطواتك، يعني في ناس قاعدة تراقب تحركاتك اكثر مما تراقبين نفسك انت بعد، ويعرفون اخبارك اكثر مما تعرفين نفسك. عندك كلام وراكي ما ادري شو بالضبط يعني، بس في كلام وراكي، في ناس قاعده تراقبك، قاعده تراقب امورك، ايش مسويه ايش مو مسويه، وقاعده تشوفك يعني. في عندك حسد وعين، وفي ناس ظلموك وان شاء الله راح ينصفك. اذا كنتي قبل مسحوره وخرجتي، شايفه انك خرجتي من يعني امور سحر او امور شعوذه، يعني في وحدة سحرتك، يعني أتوقع للبعض منكم أنتم كنتم معرضين إلى سحر أو تعاطوا إلى سحر وأنتم بصدد العلاج، أو أنتم حاليا قاعدين تتعالجون أو عندكم النية في العلاج. أوكي وهنا شايفة أنه في ظلم، قاعدة تعيشين نوع من الظلم، لكن إن شاء الله على منتصف هذا الشهر الجاي بإذن الله، الشهر هذا يعني شهر 8، عندك رد اعتبار. إذا أنت انظلمت في شيء أو في ناس حكت عليك أو في ناس يعني حاولت أنها تشوه صورتك، أشوف أنك أنت كتوم يعني ما واجهتهم، وكلت عليهم الله، وراح تشوفين راح يشوفون الويل يعني من هذا الموضوع، ترى ما هو سهل يعني، يكفي انك حسبتي عليهم وهذا كافي. اوكي خلينا نشوف الكارت هذا ايش بيقول معنا. اوكي هنا الكروت ما شاء الله حلوين، في عندك السمو والعلو والنجاح والارتقاء، هذه الكروت مرة 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 حلوة. يعني أول شيء هنا تقول لك الكارت استخيري، إذا عندك شيء أنت ضايعة فيه أو أنت محتارة في شيئين، استخير الله وإن شاء الله الاختيار اللي راح تتوجهين له سيكون اختيار موفق. أوكي قطع النظر على صعيدك العاطفي المهني الصحي، هنا تقول لك الكارت إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سيكون عندك ترقية. إذا أنت منتظرة ترقية، إذا أنت منتظرة نجاح، أو إذا أنت منتظرة فلوس، إن شاء الله راح تجيك وراح تحصلين عليها. أوكي خلينا نشوف الأمور على الصعيد الصحي. طيب هنا عندك أمنية، أنت قاعدة تترجين الله في أمنية، وهي أمنية الارتباط، وأمنية يعني للي فيكم بعضكم يعني عزباء، شايفة أنك راح تدخلين في علاقة الفترة الجاية. أوكي ورح يكون توأم روحك، والرجل هذا رجل برج أمائي، سيكون إما برج الحوت أو برج العقرب أو برج السرطان. شوف على صعيدك الصحي كيف الوضع. أوكي الوضع مرة كويس، فقط ابتعدي عن التوتر، ابتعدي، حاولي انك تبعدي نفسك عن بذل المجهود، يعني حاولي انك لا ترضين الناس على حساب نفسك. انت انسانه مره مره تخدمين الناس، مره مره تعطينهم من وقتك، مره تعطي من طاقتك، قاعدين يسحبون لك طاقاتك، وفي نفس الوقت ما هم ناس يعني يعترفون بجميلك. نصيحه لك، حاولي انك تهتمين في نفسك وانظري لنفسك ولا يهمك في احد، لانك انت محيطه بالناس المصلحجيه. تمام
فا أوكي، كانت هذه هي قراءة يعني بالنسبة لطاقتك الفترة الجاية إن شاء الله، ونصائح التارو هي كانت قراءة مختصرة، لأنه راح تنزل قراءات الأبراج إن شاء الله بالتوالي بحسب النسب الأكثر إلى النسب الأقل. فيعني سيكون هذا الفيديو بسيط جدا، وإن شاء الله راح تتوزع الطاقات القراءات على كل برج، بحسب كل برج ينزل فيديو كل واحد الحالة، يعني راح ينزل 12 برج. أوكي، كانت هذه هي قراءة نمبر 1. نشكركم على المتابعة، نشكركم على الاهتمام. ننتقل إلى القراءة رقم 2. لا تنسى طبعا الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. يلا بسم الله نبدأ القراءة الثانية. يا أهلا وسهلا ومرحبا بك لكل من اختار القراءة رقم 2. تجد الحروف في صندوق الوصف أو في أول التعليق. خلينا نشوف ونبدأ. أوكي، هنا لكل من اختار هذه القراءة، شكلك مرتبط، شكلك تنتظر فرحة، شكلك تنتظر شيء مرة مرة حلو. إن شاء الله عندك تحقيق الأمنيات، هذا الشهر مبارك عليك جدا، سيكون عندك فرحة، تأجلت فرحتك يعني مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، بسبب إما يعني ظروف مادية، ظروف نفسية، أو ظروف يعني عائلية قاعدة تأجل فرحتك. إما عندك خطبة، أو قاعد يعني إنك أنت خلاص يعني هيأت نفسك إنك خلاص يعني بترتبط، بتتزوج، بتنخطب، لكن سبحان الله يصير معاك عكوسات تخلي أمورك ما عم تتم، لأنه هنا في ورقة زواج قاعدة معلقة أو مؤجلة، أو في خطوبة، أو في إعلان عن علاقة ما، ولكن الأمور ما كانت يعني لصالحكم، ما كانت لصالح علاقتكم، كانت تجيكم ظروف تخلي أموركم دائما تتعطل أو تتأجل. أوكي، لكن في عندك فرحة، في عندك إتمام للأمور والنصيب إن شاء الله. للناس العزباء اللي دخلت لهذا السحب، شايفة إنك راح تدخل في علاقة مرة 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 جدية أمانة، يعني في شيء مرة حلو. يعني بالنسبة لكل من اختار السحب الثاني، أنت محظوظ ترى أنك اخترت هذا السحب. في عندك شيء رح يصير معاك شهر 8، وشهر مبارك عليك بطريقة غريبة جدا، رح تشعر فيها بطاقة القوة، وبطاقة الحب، وبطاقة الرغبة أنك تدخل في علاقة مرة حلوة، وأنك تحب، وأنك تعيش الحياة الحلوة. شايفة أنك أنت ربما يعني السنوات الجاية، أو الفترات اللي عفوا السنوات الماضية، أو الفترة اللي عشتها قبل السنين كانت فيها تعب، ولكن عندك عوض، وعندك تحقيق للأمنيات، عندك شريك حياتك هو مرة إنسان مناسب، وتقريبا انتم حاليا مخططين يعني انكم ترتبطون خلاص الامور تامة، او انه يعني قاعدين تجهزون نفسكم للزواج، لانه شوف ما شاء الله يعني عندكم حفلة، عندك حفلة انت، شوف يعني كل ما اختار هذه القراءة انت عندك حفلة، عندك تجمع للرجال، يعني تجمع عائلات، يعني تجمع كبارات العائلة، رح يكون عندك حفلة بإذن الله، عندك نصيب مرة حلو. إن شاء الله الله يتمم أمورك إن شاء الله حبيبة قلبي، يعني في شيء مرة حلو والله، طاقة مرة 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 حلوة. أوكي، ما طلع شيء على صعيدك العملي، ما أدري ليه، بس خلينا نرجع نشيك مرة ثانية، لأنه ما طلع شيء فقط هنا على الصعيد العاطفي عفوا، خلينا نشوف على صعيدك العملي، لربما هناك ناس دخلت عشان تشوف صعيدها العملي وإيش طاقتها الفترة الجاية. أوكي، هنا إن شاء الله إذا كنت يعني تنتظر في ترقية، أو تنتظر في شيء مرة حلو، إن شاء الله راح يجي. كانت عندك شيء مؤجل، الظاهر إنه اللي دخلوا لهذه القراءة عندكم عكوسات، عندكم شيء قاعد يعطل لكم أموركم. أنتم من النوع اللي تحكون عن فرحتكم، اللي تعبرون عن فرحتكم وتصرحون الناس بيها، يعني تقولون إنه أنا والله شكلي راح أترقى، ما ينكتب لك إذا أنت تتكلم، ما يكتب لك النصيب إذا تتكلم، ما تفرح. اكتم عن العلاقة العاطفية، اكتم عن زواجك إذا كنت تبغى تتزوج، أو تبغى تنخطب، أو تبغى تخطب، وإن شاء الله راح يتم الموضوع. بالنسبة للترقية كذلك، أو شيء قاعد تترقبه، إذا أنت إنسان عاطل عن العمل، شايفة أنك بإذن الله السميع العليم سيكون عندك عمل، والعمل هذا قريب، يعني تقريبا نص ساعة على البيت، أوكي؟ إما ساعة ولا نص ساعة على البيت، ولا 20 دقيقة، يعني إذا ما خاب ظني في هذا الوقت. اوكي، في واحد راح يساعدك،
عندك اصحاب راح يساعدوك اذا انت يعني قاعد تجهز الامور الزواج وكذا، شايفه انه في ناس راح تساعدك وتمد لك يد المساعده. انت انسان ساعدت كثير ناس، وحاليا حان الوقت انه الناس هذول يساعدونك ويردون لك الجميل. اوكي طيب، في عندك شخص في العائلة يعني مو كبير مرة في السن، يعني 40 50 كذا، ولا 30 بأواخر الثلاثينات، إجت عنده نوع من التعب أو التعب النفسي أو الإرهاق الصحي، يعني لدرجة إنه تعب ودخل المستشفى. هذا الشخص إن شاء الله سيكون عنده شفاء هذا الشهر، لا تخافون عليه. اوكي، بتنتظرون فلوس، تنتظرون ورث او شيء، او شيء قيم مره. في عندك بعد شراء لشيء ما، يعني كأنك راح تاخذين قسمتك من ورثه او من فلوس ستوزع على كامل العائله، ستاخذين نصيب وتشترين به شيء. انت عندك شراء ذهب ولا سياره، اوكي، في عندك شيء قيم لانه تمام. طيب خلينا نشوف الكروت هذه ايش بتعطينا. ايوه، طاقة الشمس وطاقة الحب بإذن الله السميع العليم. انت هذا الشهر بدايته ولا آخره عندك الزواج، او عندك يعني تحديد لموعد زواج او خطوبة او شيء، او على علاقة معلنة. المهم هنا العلاقة مثل طاقة الشمس راح تظهر، سيطفو حبكم على سطح الماء ويظهر للجميع، سيكون الموضوع معلن ورسمي. أنت شخص محمل بالأثقال أو محمل أنت إنسان مسؤول، أنا شايفة إنك إنسان جدي، وإنك أنت إنسان تعبت من الحلم، تعبت ودك خلاص العلاقة هذه تترسم. يعني شكل الكارت هذه دليل على العاطفة، دليل على إنك أنت إنسان يعني حملت كثير في قلبك، صبرت كثير، يعني الظاهر إنه علاقتك مع هذا الشخص لها سنوات طويلة جدا، أو الظاهر إنك أنت عشت ضغوطات من مجتمعك، أو إنك أنت أصلا متأخر في زواجك، والحين ان شاء الله سيتوج الموضوع بالارتباط والزواج المعلن. عندك ناس قاعدة تخرب لك، في ناس ربما اجت وتقدمت لك ولكن لم يتم النصيب، لانه في ناس قاعدة تخرب لك امورك وتشوه سمعتك، انتبهي لهم جيدا. لا تحاولي انك تحكي عن علاقتك هذه، ان شاء الله سيكتب لك باذن الله الشخص اللي في بالك النصيب الحلو راح تكونين معاه. في ناس قاعدين يربطون لك الخيوط، يعني في ناس قاعدين يحاولوا انهم يعكرون مزاجك او انهم يجون ضدك في شيء ما. ايوه، الناس هذول يعني كانهم مثل الصحف، كانوا مثل الصحافه قاعدين يراقبونك ويحاولوا انهم يعرفون اخبارك. انت حاولي انك لا تعطيهم لا صرف ولا عدل، ولا يهمك فيهم، لا تحكين حتى على تاريخ متى راح تتزوجي او متى راح تخطبي، وان شاء الله باذن الله يتم الموضوع. يعني موضوع مره بسيط ما يحتاج، فالله يسهل لك امورك. يلا خلينا نشوف الكروت اللي باقيه هذه ايش بتطلع معنا. طيب بالنسبة للعزباء هنا شايفة انه عندك نصيب، والشخص هذا يا سيكون برج ترابي او ناري، اما سيكون رجل برج القوس او رجل برج الثور او رجل برج اجدي. العذراء مستبعد في الابراج الترابية، يعني اما سيكون برج القوس، برج الثور او برج الجدي، تمام. الشخص هذا والله يعني اذا انت عزباء الشخص هذا سيكون يشتغل معك في نفس المجال، او انه هو يعني زميلك في الدراسة او شيء، يعني انسان قريب منك ولا يبعد عليك في المسافة، قريب منك جدا. في عندكم كراش، يعني العزباء عندك كراش قاعد يراقبك في نفس مجالك، في نفس عملك، في نفس المكان اللي انت متواجدة فيه، كراش راح يجي ويتقدم لك. شوفي الشخص هذا يركب فرسه وجايك، تمام؟ يعني شهر 8 سيدخل لحياتك شخص، إذا أنت عزباء سيكون شخص مرة كويس، تمام؟ وهو قريب وكراش بعد. طيب خلينا نشوف آخر الكروت إيش تطلع معنا، إيش بيطلع معنا.
والله شوفي، يعني شهر 8 قاعدة تفكرين بإيجابية، قاعدة تفكرين بطريقة إيجابية، بطريقة حلوة، بطريقة يعني مفعمة بالحيوية. الله يعطيكي كل الخير إن شاء الله. أنت متفائلة بهذا الشهر، وأنا سأؤكد لك أنه سيكون فعلا فعلا طاقة حلوة، طاقة فيها اللقاء والحب والاستقرار إن شاء الله على صعيدك العاطفي. هنا الفرحة تغمر قلبك. تقول لك الكارت هذه انت قاعد تتعلم من دروسك، وقاعد تبعد عنك الناس اللي ما بتحبك، قاعده تضيقين دائره علاقاتك مع الناس، وشايفه انك ما عدتي اجتماعيه لانه اعطيتي من وقتك واعطيتي من جهدك بس الناس ما كانت في المستوى المطلوب. عندك صديقات حتى لم يكونوا يعني كويسين معاكي، وفي عندهم الغيره والحسد، حاولي انك تبعدين عنهم. ونعم ضيقي دائره صديقاتك لانهم يعني صراحه يعني ما يعني يضيفون لحياتك اي شيء. تمام، وانصحك ان شاء الله يعني انك تسوين تحصين لنفسك ولامورك. عندك طاقه مره حلوه، فاتمنى لك كل السعاده حبيبه قلبي. بالنسبه لكل من اختار الشمعه الصفراء، نشكرك على الاهتمام وحسن المتابعه. كانت هذه 2 قراءات يعني لطاقتك الفتره الجايه لشهر 8. شكرا لك، لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. كانت معكم ياسمين من قناة تاروت ياسمين أم مسك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.